تستحق انه نتطوع لها ونجملها اكثر ونصبغها. اكو تشجيع كبير من الناس انه يعني يروحون يجون ويشجعونا، بارك الله بكم عاشتيكم، فكلش حلو هذا الشيء، نحن كلش فخورين بهذا الشيء. السبب الرئيسي اللي خلانا نجي ونصبغ الانصفه اليوم هو اعاده اللون الابيض والاصفر بعد ما داعش صبغها اللون الابيض والاخضر. هدفنا الاساسي انه اعاده كل شيء مثل ما كان، مساعده دوائر البلديه والاهم انه يعني نخدم مدينتنا. هذه المبادره من اروع المبادرات من شباب اهل الموصل، واحنا شاكريهم وممنونين منهم على هاي المبادره انسانيه ووطنيه واخلاقيه وثقافيه. ندعو بصراحه شبابنا اهل الموصل كلهم ان يحذون حذو هالشباب الحلوين هذولا، الهي ربي يحفظهم ان شاء الله، ونشكرهم جزيل الشكر.